المهدي صور الدور ديال القناة على طلب عقد دورة أخرى. حنا كنطلب من السيد القائد باش يطبق المادة في الوقت في القناة الجنوبية. كل سيارة خاصها 3,35,000 درهم، يعني 3,000,000 أونص. كل سيارة خاصها تزاد 24,000 باش تكون التغطية ديال هاد 8 سيارات. يعني هذا عجز ما يمكنش تسدوه لا تلامن ولا هذا مشكل. ما درتوش نتوما كيتحملوا الرئيس اللي كان دار في الولاية الأولى. هي ساعة اللي ما خرجت في عكاز ما مشي طاح فيه ودار به حملة انتخابية هادشي. هو طرح كبر المشكل. ما كانش هو يتنازل على 9,000,000 عنده ديال المازوط ولا 4,000,000 ديال التليفون ويزيدهم لهاد المدرسة وغادي كتحل فين كاين المشكل؟ هو ما كانش يتنازل حتى شوية. كل طوموبيل كتهز مثلا 70 75 هادشي هاد الأرقام كاينة حقيقية. بالنسبة للمصاريف راه كاينة، بالنسبة لهاد الملحة دابا اللي كاينة دابا راه ما غتغطيش الحاجات ديال هاد الطوموبيلات كاملة، خصوصا إلا تزادوا جوج طوموبيلات، إلا تزادوا ثلاثة طوموبيلات غير المسؤولية، لأن غتولي إكراهات كبيرة. يعني قلنا كان مقترح ديال المجلس أو ديال اللجنة الجمالية باش المواطن يتحمل تاهو شوية من هاد التكلفة. باش نقول لك أودي المواطن، واش حنا بدينا كما قال أحد باس بدينا قطعنا أشواط كبيرة في هاد المقام الدراسي. كانت البداية ديال تقريبا 2400 بقينا وصلنا 100 درهم 15,100 50 درهم توصلنا للمجانية. ديك الساعة مني علاش ما كانش عندكم واحد النظرة تشوفوا تقولوا ودي راه العام الجاي غنطيحوا في المشاكل إلا درنا المجانية. ولكن كيبان لي راه كانت أهداف سياسية أهداف انتخابية باش دابا سوي السيارة.
فيها 25 مليون ديال الجامعة فيها 25 ناس فيها جامعة المجلس المالية اللي كتير حنا ما فرسناش راسنا بزاف باش نصيفها سي مروان نعطيك كلمة بزاف ما غادي حتى حاجه ما عندنا حنا هذا